اتصالات تونس على احترام كافة التراتيب المنصوص عليها في كراسة الشروط الخاص بهذه الإجازة وانتظار انتهاء كافة الإجراءات الترتيبية المتعلقة بإسنانها قبل الانطلاق في التصويت الفعلي لهذه الخدمات. على الرغم من أنكم تعلمون أننا جالسون دون مؤشر لتقديمها. J'ai eu plusieurs questions à l'adit de notre prière. Belle pour lui, Alish, Ouri du Pia Pekadji, ou Alish, Orange Pia Pekadji, jusqu'au bout, comme c'était les deux autres collaborateurs. On est maintenant, effectivement, j'ai travaillé à Jésus, mais qui m'a d'affaire une Jésus à Anna Dora, de Tertivir, ou moi, la manette, pour la chose, etc. Anna, une taverne, une mort, un rasmi, un haut, une taverne sur le date. إطلاق الفعل الخزانات لتسويق خدمات الجي والانتيري تاع 4G والديبي تاع 4G والديلي داتونس تاع 4G ميزات كل كيف تاع خدمات الجيل الرابع وكيفاش انا نبدل ريالمون ليكسبيريونس كليون في لوتيليزاسيون دو الانترنت لوتيليزاسيون تاع سواء السيرف على الويب والا الفيديو اكسترا وان لافيبيليتي دوزاج دو سيت تكنولوجي. Je vais pas faire un chef ou là, effectivement, il y a une femme d'arrière-chaîne ou un jaubali, qui vient d'installer l'internet à l'oubil, où il y a notamment un chaîne à tout moins cuir, et un jaubat de l'Khadamet, on a juste 30 fois à faire un, on a fait un instant pour le mobile, on a fait un internet, on a fait un assal ou un assal. On a fait un temps de l'adapté, c'est chafi, تشكل الاتصالات تونس نفسها في وضعية مريحة للغاية في توفير خدمات الجيل الرابع، حيث أن بنيتنا التحتية مهيئة وجاهزة لتوفير هذه الخدمات، سيما وأن جل محطاتنا الراديوية إنما أقول كلها مرتبطة بالشبكة الوطنية المحلية في البصرية، ونحن لسنا في حاجة إلى نغير ربطها، لما تعرفوا وأعلن عليه من قبل، لي ستاسيون موبيل تاع اتصالات تونس كلهم مربوطين بالألياف البصرية. تونس مشابه وطني انا عندي شبكه الالياف البصريه عن اكثر من 17000 كيلو متر من الالياف البصريه ومنذ سنه 2011 كل ستاسيون 3G اللي هي كانت حاضره لل 4G 4G الغالي اخترنا عملنا الاختيار هذايا انه المحطات بتاعنا كل 2011 يكونوا 4G الغالي وربطناهم زاده بالالياف البصريه اللي هي يعني مهمه ياسر في توفير سرعة التدفع اللي نطلبونها في الكاتشب. دونك هذه ميزة معناها خاصة بالاتصال تونس وكان اتصال تونس يعني عندها الإمكانية هذه. كما أن حرفائنا ليسوا في حاجة لاستبدال شرائح الهواتف الجوالة، حيث حرصنا على أن تكون البطاقات القابلة للتكنولوجيا الجيل الثالث منذ سنة 2011 مهيئة لتكنولوجيا الجيل الرابع. فخدمات الجيل الرابع الخاصة باتصال تونس تصل إلى الحريف بطريقة طبيعية وميسرة دون تكليف يعني الانتقال من الفضاء التجارية لاستبدال البطاقات الصينية. يعني حرفاء اتصالات تونس عندهم لي بوس 3G منذ سنة 2011 اخترنا انه لي بوس 3G تاع اتصالات تونس يكونوا زادا 4G فحرفاء كل عندهم لي تيرمينو كومباتيبل 4G واللي كارتيم تاع اتصالات تونس منذ 2011 عندهم حق مشكل اليوم الصباح اكتيفيناهم وحللناهم السيرفيس 4G بدون ما يمشيو معناتها نقولوا لهم يجاو للكوانتون تاع سان تونس والاسباس كوميسيال تاع سان تونس قمنا بالاكتيفاسيون اوتوماتيك للناس كل دي الا عندهم بلوس بيان سور 3G الا عندهم بلوس ديما تاع 2G اتسيترا بالطبع لازمهم يمشيو ويبدلوا البلوس بتاعهم باش تكون كومباتيبل على فوا 3G. كل هذه العوامل المجتمعة مكنتنا اليوم من الشروع في تسويق خدمات الجيل الرابع قبل الآجال المتاحة لنا والتي حددتها وزارة الإشراف بستة أشهر من تاريخ الحصول على الإجازة. احنا هنا رسولنا نوتيفيكاسيون من عند المينيستير امبارح يوم الصباح أزيرو أور أطلقنا ونأكتيفي تو لي كليون اللي عندهم إيفيكتيفمون لي تيرمينو كومباتيبل 4G طبعا ما يلزمش الكليون يشوف 4G اللي كان التيرمينال بتاعهم من حمل الشاشة. Toutes les quartiers à l'âme, à 3G, sont compatibles avec 4G pour amener une activation d'âme. Nous avons fait un peu de temps.
كما قلت لكم بالطبع الحرف الدعم في الاول وقت اللي نصينا التواجي كانوا في حاجه التواجي لكن الكليون دي دوفنو دو بلوس اون بلوس اكزيجون نستعمل تاع الانترنت يدخل على اي سيت ولا يفو تيليشارجي بيس جوان في ايفين اكسترا ويقعد يستنى في التواجي لا هذايا علاش خاطر التواجي كيما قلنا ماهيش تكنولوجيا كي اتي ديزايني من الاول في الانترنت يعني ادابتي الانترنت اللي توجور خير بيان سور لكن c'est une technologie contrairement à la 4G qui est toujours معناها orientée voix. La 4G est designée essentiellement pour l'internet mobile et elle est native IP. C'est-à-dire que معناها طريقة استعمال تاعها خير برشا وتعطي جودة كبيرة للبرافات تدخل على السيت ويب وعلى l'utilisation de l'internet على السمارت فون وعلى الكليون جينيرال. لذلك جودة الخدمات كما يحس الحديث مش تكون خير برشا.